مساء الخير، أنا محمود فادي، مؤلف كتاب رحلة مع كلبك ومتعلم من أشهر مدرب في العالم سيزر ميلان وكولين ستاكلوف. بتحصل كتير باب الجرس يرن وانت قاعد، فتقوم تفتح الباب تلاقي بتاع الدليفري، وعادي تاخد الحاجة وتقفل الباب وتقعد. تاني يوم بتاع الدليفري برضه هو يرن الجرس، فتلاقي المرة دي ان كلبك هو اللي بيقوم ينط ويفتح الباب بنفسه. ايه ده معناه ان الكلب ممكن يقلد. فالكلاب ممكن تقلد حاجة صح، ممكن تقلد حاجة غلط. الحاجات الغلط اللي زي ايه؟ معظم الناس بتسيب كلابها اسبوع او اسبوعين وشهر في البيت من غير ما يخرج، وده مش ديزاين عقل الكلب ان هو يعيش وسط اربع حيطان. فالكلب محتاج يخرج، فبالطبيعي انت بيصعب عليك بتنزله بعد كده يلعب في الجنينة مع الكلاب التانية، فهيبقى فيه مثلا 15 20 كلب برضو نفس الظروف قاعدين في البيت وفجأة اتقابلوا، فهتلاقي فيه جري بالهبل، عض، نط، تقطيع، تكسير، شد، كل الحاجات دي بتحصل. وخلي بالك الكلب بيقلد، فهيتعلم ده وهيعمله عندك. تعال نشوف الفيديو اللي احنا هنوريه دلوقتي هتفهم قصدي ونرجع لبعض تاني. هنلاقي هنا تلات كلاب بيلعبوا مع بعض، عندنا الجولدن وعندنا الهاسكي وعندنا الكوكر. الكلاب لو هي بتجري ده حلو جدا. انا عندي مشكلة مع طريقة لعب الكلب الهاسكي، عايزين نركز عليه. هتلاقي ان هو وقع كلب الجولدن وابتدى يستخدم سنانه ان هو يعض في ايده وفي رقبته وبيكررها، ده معناه ان هو بيلعب نفس اللعب ده مع صاحبه لما يعوز منه اي حاجة، عض في اليد او عض في الرجل. بيجري هنا ويشد الكلب الجولدن وبيحاول يبتدي ينط عليه تاني. انا عايزين نحط الكلب الهاسكي مع كلاب تانية اهدى ونشوف الفرق. زي ما شفنا الهاسكي عمل ايه مع الكلاب الاولى، تعال نجيب الهاسكي ونحطه مع كلاب اهدى ونشوف الفرق. دلوقتي هنا الكلب الهاسكي بيلعب مع بيجي نفس اللعب اللي كان بيلعبه مع الجولدن، بيحاول يستخدم برضو العض في اللعب. هنلاقي هنا بيجي بيتحرك بهدوء جدا، بيحاول يقول له لا اللعب ده مش هلعبه بنفس الشكل بتاعك. هنا دخلنا لعب عشان الكلاب تهايبر اكتر، عايزين نركز على حركات الكلب الهاسكي وهو بيلعب. هنلاقي ان هو بيجري جنب كمان فيروز من غير اي استخدام للسنان، حتى اللعب غيرنا شكل اللعب كور مفيش. هنا وقت اللعب انا بحب ان انا افصل الكلاب بدل ما هم على طول بيلعبوا، لا يقعدوا بليس هادين وبعد كده اسمح لهم تاني ان هم يلعبوا. بعد شويه لقينا ان الكلب الهاسكي هادي جدا، ودلوقتي بدل ما كان بيستخدم العض بقى ممكن يقعد هادي ويلعب مع كلب بهدوء. اديكوا شفتوا فرق بعينكوا الكلب الهاسكي لما لعب مع كلاب هايبر كان عامل ازاي، ولما حطيناه مع كلاب هادية ايه اللي حصل؟ اختلاف تماما. الكلاب كائنات اجتماعية وبتتعلم وبتقلق كويس قوي، عشان كده لما بيجي لنا كلب شرس او بيعض او بيلعب بطريقة غلط بنطلع ليه كلاب بيلعبوا بشكل كويس، شكل اهدى، فالنتيجة بتبقى احسن. خلي بالك كلبك انت بتتعامل معاه ازاي، قاعد مع كلاب انهي كلاب، علشان كل ده هيتعلم العض منهم في الشارع وبعد كده هيجي يعض عندك في البيت. شكرا جدا، سلام عليكم.